لسه مع الدول الأوروبية، ولكن المرة دي بقى هنتكلم عن الاقتصاد. بنتكلم عن الاقتصاد الأوروبي ليه، أو بنلقي الضوء عليه ليه؟ لأنه بشكل أو بآخر كله بينعكس على بعض. أزمة كورونا زي ما أثرت علينا، أثرت على الدول العربية، أثرت على التجارة العالمية. ولكن التوقعات الجديدة، بعض التوقعات بتشير إلى أنه خلاص الإنتاج هيبدأ يعود، عجلة الاقتصاد هتبدأ تعود مرة تانية مع انتشار برامج طبعا التطعيم في كل دول العالم، واتخاذ التدابير الاحترازية، والناس بدأت أن هي تاخد الجرعتين وتطعم. عندنا مثلا على سبيل المثال المفوضية الأوروبية توقعت عودة الإنتاج الاقتصادي لعدد كبير جدا من الدول الأوروبية لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية السنة، في ظل الثقة في أنه اللقاحات ستمنع ظهور موجة جديدة من الإصابات على الرغم من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا. وقالت المفوضية في بيان صحفي تضمن أحدث توقعات الاقتصادية امبارح يوم الأربع أنه من المقرر أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 4.8% هذا العام وبنسبة 4.5% هذا العام المقبل. وقال كمان أنه من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة خلال آخر 3 شهور من العام بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة. دكتور محمد عنبر الخبير الاقتصادي، صباح الخير. صباح النور يا فندم. أستاذ محمود، لأي مدى اتأثرت الاقتصاديات الأوروبية بكورونا؟ يعني يمكن جائحة كورونا ومفرداته من الحالة التي أطلق عليها حالة الإغلاق الكبير، بمعنى أن الاقتصاد كان يعاني أو كان يعني يعيش حالة من حالات الاقتصاد شبه المغلق، بمعنى أنه لا وجود لعلاقات ما بين الدول وبعضها البعض، وبالتالي كون هذه الجائحة كانت أزمة عرض وطلب في ذات الوقت. أزمة عرض تتمثل في انخفاض الإنتاج الخاص بالدول، وأزمة طلب نتيجة لحالة الإغلاق الكبير، وبالتالي تأثرت هذه الدول في إنتاجياتها، فضلا عن توقف أو عملية الانحصار أو عملية الحجر الصحي وما ترتب عليه من إلغاء السفر وتأثر قطاعات كثيرة تعتمد عليها غالبية الدول الأوروبية زي قطاعات السياحة وقطاعات البترول وغيرها من هذه القطاعات. كل هذه التداعيات يعني كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على اقتصاديات الدول الأوروبية بل اقتصاديات العالم ككل. طيب، البعض بيقول أنه ربما نرى إجراءات براغماتية تبدي العمل والنهوض بالاقتصاد على الإجراءات الوقائية المفروضة، ده ممكن نشوفه في بعض الدول؟ بطبيعة الحال يعني هذه الجائحة بغض النظر عن تداعياتها الصحية التي تمثلت في حالة من حالات الحظر والانخفاض الإنتاجية، خصوصا يعني إنتاجية العمالة نفسها وإنتاجية المصانع، أيضا كان لها مجموعة من التداعيات الاقتصادية، ولذلك كان لها تأثيرات مزدوجة، وبالتالي الأمر يستلزم طبعا اتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض نسبة المصابين في هذا الأمر. قد ايه الارقام اللي اعلنتها المفوضيه الاوروبيه ممكن تتاثر بتفشي متحور دلتا؟ لسه كان معانا مداخله بنقول انه متحور الدلتا يعني منتشر في اكثر من 100 دوله، ومشكلته ان هو سريع الانتشار. ف يعني الاقتصاد او اقتصاد اوروبا لاي مدى ممكن يتاثر بهذا المتحور؟ يعني بذات المنطقه التي تاثر به الاقتصاد الاوروبي من خلال جائحه كورونا ومفرداته من تداعيات، يمكن لأي وباء يعني يؤثر بنفس التأثير. فكرة انحصار العمالة وفكرة إغلاق الدول، الإغلاق ما بين الدول وبعضها البعض، كل هذه الأمور، انخفاض أو تباطؤ حركة التجارة العالمية لها تأثيرات كبيرة جدا، خصوصا أنه لما بيتفشى هذا المرض في الدول النامية اللي الدول الأوروبية بتعتمد عليها بنسبة كبيرة في يعني استيراد المواد الخام لإعادة تصنيعها مرة أخرى، ويعني ده بيؤثر
بشكل كبير. أي انتشار لوباء يترتب عليه نفس العوامل التي أدت إلى جائحة كورونا تهدد اقتصاد الدول وتحديدا الدول المتقدمة بنفس التداعيات الاقتصادية، لأنه كمان حتى ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات جعلت أنه منظومة العملية الاقتصادية أو بعض المصطلحات الاقتصادية تتغير. هناك مصطلحات يعني اختفت وهناك مصطلحات ظهرت زي الاقتصاد القائم على الرقمنة، زي الاعتماد على التكنولوجيا. كل هذه الأمور يعني بدأت تظهر وبدأت تأخذ أهمية كبيرة فرضتها جائحة كورونا يعني عما كان في السابق. والله دي نقطة مهمة جدا، يعني بالفعل فيروس كورونا أصاب الاقتصاد العالمي بأسوأ أزماته منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وحضرتك اتكلمت عن البدائل أو مصطلحات جديدة ظهرت زي الرقمنة أو ما بعد كورونا والاعتماد أكثر على التكنولوجيا، ويعني وبشكل عام ده مش مضر، بالعكس ده مفيد وإنتاجه بيكون أكبر وأخطائه بتكون أقل. فهل الاعتماد على الرقمنة والاعتماد على التحول الرقمي لأي مدى هيفيد اقتصاد الدول؟ يعني خليني بس أؤكد على المعلومة الأولى اللي حضرتك تفضلت بيها، أنه في مقارنة بسيطة لكل الأزمات الاقتصادية التي حدثت منذ الثلاثينيات وتحديدا منذ 1929 وأزمة الكساد الكبير، ومرورا في 2008 في أزمة الرهن العقاري، وانتهاء بالكوفيد 19، في التداعيات الاقتصادية هذه الأزمة هي الأخطر وهي الأسوأ على اقتصاديات العالم ككل لأسباب كثيرة جدا. ولكن ظهور مجموعة من التداعيات أو من المصطلحات التي بدأت في الظهور زي فكرة الرقمنة أو الاقتصاد القائم على الأمور الرقمية والتكنولوجية، يمكن أخذ في هذا السياق ما تحدث به رئيس منظمة الصحة العالمية، أنه لما تحدث على أنه أن جائحة كورونا في تداعياتها الصحية سوف تنتهي بإذن الله، لكن لا يعني انتهائها أن ظروف الاقتصاد سوف تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه في السابق. الأمور الاقتصادية والمصطلحات الاقتصادية من خلال جائحة كورونا فرضت واقعا سوف يعيشه العالم، فكرة العمل عن بعد وفكرة التقنيات الرقمية، كل هذه الأمور العالم يعني حينما فرضت عليه أصبح يعتمد عليها بشكل أكبر، اكتشفها مرة أخرى واكتشف أن لها مميزات كبيرة جدا. أخذ منها مثلا على سبيل المثال تقنيات العمل عن بعد، هذا أمر يعني موفر سواء للعامل صحيح أو لصاحب العمل، وبالتالي اعتمادا على هذا الأمر يعني أو تطبيق هذا الأمر من خلال جائحة كورونا اكتشف هذا المصطلح من جديد، ووضح أنه يعني حتى بعد انتهاء هذه الأزمة سوف يتم الاعتماد بشكل كبير على هذه التقنية. وإحنا يمكن ربما نتحدث عن العمل عن بعد أو حتى التعليم عن بعد وفوائده. كان في تقرير برضو مهم جدا لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كان تقرير مهم تحدث على أنه هناك الكثير من الوظائف اللي اتلغت كمان بعد هذه الأزمة، وتم استحداث كمان وظائف جديدة. يعني ده أهميته إيه، وإيه الوظائف اللي خلاص يعني ممكن نقول إن هي انتهت؟ يعني زي ما ذكرت لحضرتك الواقع الجديد الذي فرضته التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، كل ما هو قائم على التكنولوجيا بدأ يعني في الظهور، سواء يعني فكرة حتى التجارة الإلكترونية وفكرة التعليم عن بعد وفكرة الاعتماد تقنيات العمل عن بعد بشكل كبير. كل هذه المصطلحات بدأت تظهر، أو نستطيع أن نقول أن العالم هي كانت موجودة في السابق ولكن لم يكن العالم قد استكشفها، لكن لما فرضتها فرضا علينا جائحة كورونا بدأنا نستكشف مميزات هذه التقنيات. وبالتالي زي ما ذكرت لحضرتك الأيديولوجية الاقتصادية نفسها تغيرت في التعامل، يعني هناك مصطلحات كانت موجودة واختفت وهناك مصطلحات بدأت لي في الظهور. كل الوظائف التقليدية كانت تعتمد على تقنيات التقليدية ما قبل جائحة كورونا سوف يتم استبدالها بما هو قائم أو بما هو يعني يمكن تفعيله باستخدام التكنولوجيا.
الدولة المصرية على سبيل المثال يعني استطاعت أن، وحتى ما قبل يعني انتشار وباء كورونا، أخذت خطوات فعلية في إنشاء بنية تكنولوجية معتبرة، أخذت خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وهذا الأمر كان له يعني أثره المباشر في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا. نعم تمام. طيب يعني إيه أكثر القطاعات اللي تضررت وتأثرت بسبب أزمة كورونا؟ هل هي السياحية أكثر أم الصناعية؟ وكمان إيه الإجراءات اللي لابد على الدول أن تقوم بها سريعاً يا فندم من أجل التعافي سريعاً؟ يعني في ذات السياق زي ما كنت بذكر لحضرتك أنه هناك مصطلحات جديدة بدأت تظهر، حتى اقتصاديات الدول نفسها. كنا في السابق نصنف أو نرتب اقتصاديات الدول على حسب حجم الاحتياطي لكل دولة أو على حسب الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي. الآن بعد جائحة كورونا أصبح مصطلح أو مفهوم فكرة أن اقتصاد الدولة الفلانية، يعني اقتصاد الدولة منكشفا أو غير منكشف. يعني إيه منكشف؟ صحيح. أو غير منكشف؟ بمعنى اعتماد أو نسبة اعتمادية الدخل القومي. أنا بشكرك دكتور محمود، دكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادي، بشكرك على كل هذه المعلومات.